هنطلع نشوف التقرير، ولكن قبل ما اطلع اشوف التقرير الحقيقه برضو لافت نظري انا خلال هذه الفتره اللي بيعمله كابتن خطيب. ما هو انا هنا ايه الفارق ما بين رئيس نادي عايز يعلم كل اعضاء مجلس ادارته كل امور الاداريه، وما بين رئيس نادي مش عايز او مش في دماغه ان هو خد خلاص المنصب وخلاص. كابتن خطيب لما بيبص هنا بيبص على كوادر وخلق كوادر جديده. من شويه او من فتره البعثه اللي فاتت كان الاستاذ محمد الجرحي رئيسا للبعثه، النهارده او بكره دكتور مهند هيبقى رئيس البعثه. مش واخدين بالكم من المواضيع دي؟ هل جمهور الاهلي بياخد باله من مثل هذه الامور؟ كابتن خطيب ما مش بيفكر في محمود الخطيب، هو بيفكر في اسم النادي الاهلي الفتره اللي جايه. خلي بال حضرتك كل واحد بيطلع في مكان من اعضاء مجلس الاداره بيحاول يحافظ على اسم النادي الاهلي على قد ما يقدر، بيحاول يعمل كل ما هو ممكن وصالح عشان اسم النادي الاهلي، وطبعا بيكتب تقرير وبيعمل كل حاجه عشان كل ده بيتحط قدام مجلس الاداره. وبالتالي تجد دائما كوادر كبيره جدا موجوده داخل النادي الاهلي، وهو ده اللي بيحصل خلال هذه الفتره. انا اسف ان انا طلعت بره الكوره، ولكن في ناس ما بتاخدش بالها من مثل هذه الامور. في ناس تقول لك ايه يعني اصل هو الكابتن خطيب، لا، كابتن خطيب بيفكر في مستقبل النادي الاهلي. وجود دكتور مهند، وجود استاذ محمد الجرحي، وجود دكتور محمد سراج على راس البعثات المختلفه لكره القدم والبعثات الاخرى حاجه جميله جدا، استاذ طارق قنديل، الدكتور محمد، كل الناس، مش عايز بس انسى اسماء، وبالتالي دكتور الاستاذ محمد غزاوي، كل الناس تطلع وتبقى رؤساء بعثه علشان يدعكوا اسمها، يتعلموا كويس، علشان احنا بنخلق كوادر وليس فقط مجرد ان انا اسمي طالع رئيس بعثه النادي الاهلي. انا بس حبيت ان انا اقول هذه الكلمه لانها بالفعل كلمه ماشيه في الطريق، لانه النادي الاهلي يحتاج دائما اللي جاي واللي جاي واللي جاي واللي جاي، ودايما قائد السفينه بيبص للمجموعه اللي موجوده وبيبص للقدام، بيبص للمستقبل. انا هعمل ايه قدام؟ او مش انا، مش كابتن خطيب يعني، ما بيقولش انا كخطيب هعمل ايه، لا، هو بيقول أنا كمجلس إدارة أو كاسم النادي الأهلي هنعمل إيه بعد كده؟ فدايما ينظر للمستقبل. أنا بس دخلت النقطة دي في الموضوع لأنها نقطة مهمة جدا جدا جدا.